قاعدة وهي مفيدة لنا في معرفة المبتدع ومتى يهجر وما الطريقة وهل يحذر منه. قال ابن تيمية رحمه الله: قال: من أذنب علانية فليتب علانية، ومن أذنب سرا فليتب سرا. قال: وليس من الستر الذي يحبه الله تعالى أن يستر عليه، لأنه إذا ستر عليه كان ذلك إقرارا لمنكر ظاهر، فإذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة، ولذلك استحق عقوبة المسلمين. وأدنى ذلك أن يذم عليه لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته، ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة لاغتر به الناس، وربما حمل بعضهم على أن يرتكبوا ما هو عليه ويزداد أيضا هو جرأة وفجورا، فإذا ذكر بما فيه انكف وانكف غيره عن ذلك وعن صحبته ومخالطته. ولذا قال الحسن البصري رحمه الله: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه كي يحذره الناس. ولذلك قال رحمه الله: كان مستحقا للهجر إذا أعلن بدعته أو معصيته أو فجوره. قال: ولهذا كان مستحقا للهجر إذا أعلن بدعة أو معصية أو فجورا أو تهتكا أو مخالطة لمن هذا حاله، بحيث لا يبالي بطعن الناس عليه، فإن هجره نوع تعزير له، فإذا أعلن السيئات أعلن هجره، وإذا أسر أسر هجره، إذ الهجرة هي الهجرة على السيئات، وهجرة السيئات هجرة ما نهى الله تعالى عنه. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه عبد الرحمن لما شرب الخمر في مصر حده عمرو بن العاص سرا، وكان الناس يحدون علانية، فغضب عمر وأنكر على عمرو بن العاص، وأتي بابنه إلى المدينة فحده علانية، ومع هذا عاش هذا الابن ابن عمر وهو عبد الرحمن، عاش بعد ذلك مدة ثم مرض ومات، ولم يمت من ذلك الجلد ولا ضربه بعد الموت كما يزعمه الكذابون. ولهذا لما سئل رحمه الله ما حد البدعة التي يعد فيها الرجل من أهل الأهواء، فقال رحمه الله: هي البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. فإن ابن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما قالوا أصول 72 فرقة هي 4: الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. وقال رحمه الله: الداعي إلى البدعة مستحق للعقوبة، فإن لم يتمكن من عقوبته فلا بد من بيان بدعته والتحذير منها، فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بل إنه قال رحمه الله في المتستر، قال: وليس معلنا له أنكر عليه سرا وستر عليه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن ستر عبدا ستره الله في الدنيا والآخرة، إلا أن يتعدى ضرره. والمتعدي لابد من كف عدوانه، وإذا نهاه المرء سرا فلم ينتهي فعل ما ينكف به من هج وغيره. وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يبق له غيبة، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هج وغيره. وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتا كما هجروه حيا، إذا كان في ذلك كف لأمثاله من المجرمين، فيتركون تشيع جنازته كما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم. وكذلك هجر الصحابة الثلاثة الذين ظهر ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم. ولذلك فهم بعض الناس فهما خاطئا من كلام الشاطبي في الاعتصام، لأنه قال رحمه الله: إن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها الفرقة الناجية، قال في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئية من الجزئيات، إذ الجزء والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعة. قال: وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. لكن ما الذي قال بعدها حتى يكتمل كلامه ومعنى كلامه؟ قال: ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة
عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا.